عندنا وان مادافاكر، عندنا وان مادافاكر واحد، عندنا واحد هي واحد ما ندوش لك على الاخرين، عندنا وان مادافاكر مادافاكر واحد اللي كنت عرفته في ايفينمون ديال افيليت وورد ايزي انا في بانكوك كنت تعرفت عليه، هذا كيفوت لنا 1000 سيل في النهار، هذا كيجيب صور الموضوع دي مدد دوينتا بواحد الليفل كبير. Is it a scam calls? Is it a is a fucking calls? عليها كنقول لك البيزنس از نوت ذا فاكين تخبى من ورا فيسبوك ودير 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 كامبين. البيزنس شي حاجه كبر من هكا، شي اللي كنبغي نقول لكم ديما، البيزنس راه كبر من تخبى من ورا فيسبوك ودير فيسبوك ات. البيزنس راه فيه فيه داك خونا اللي كيدير لك البيكاند باك اللي كيسلعه كيحطها في الكارطونه وكيسدها وكيمشي تيوصلها يوميا في طوموبيله للشركه ديال الشيبينغ ديالكم ولا الشركه ديال الشيبينغ اللي كتجي عندكم، والعلاقه ديال داك الموظف اللي كيجي عندكم كيفاش كتعامل، واش ملي كيجي عندكم ملي كيجي عندكم وعارف بلي المحل عندكم ديال الشركه حدا ريستورون، ملي كيجي كيبغي السلعه كتقول ليه السلام اجي نريحو ناكلو، تيقول لك لا انا راني زربان، كتقول ليه لا انا عارضك، وكتقول ليه بالزربه قسمان، وملي كتريح كتهلا فيه وكتعامل فيه معاه مزيان وكتقول ليه ماشي مشكل حنا غادي نشوفو الرابور في الاخر الشهر ولا كان مزيان غادي نتهلاو فيك، ولكن بليز تبدا تجي عندنا يوميا مع الوقت والسلعه ديالنا تشيبا في نفس النهار. كتحاول تطور شحال من حاجه على حقيقه البيزنس راه كاين مع ناس، مع ناس في الاخر تتعامل مع ناس، وسام مادافاكرز واصلين داكشي ديال جوجل ادسنس كنتعاملوا مع روبوات، لا ما تتعاملش مع روبوات، فيسبوك ادس كنتعاملوا مع روبوات. غنقول لك بزاف الناس تعيش هاد اللقطه هادي وصعيب باش تحيدها، ملي كتكون صاي كتحس ان راك تضرب مع روبوات وكتحس انك تضرب مع الطوموبيلات وكتنسى بلي ديك الطوموبيله راكبه في وسط واحد البنت ولا ديك الطوموبيله راكبه في وسط واحد الراجل الشاب، كتحس بان المادافاكرز كاملين روبوات وباغي تقاتل معاهم وهزت انت الروبوت ديالك. هذا هادشي اللي كيطرى للدراري يوميا، كينسى بلي ان فوز ديك الشركه وهذاك اللي ديسني لك الشك في كليك بانك راه بنادم، هذاك خونا اللي راك في ديك الطوموبيله راه بنادم. الله يبقى لي شويه سالي، كتنسى بلي ان راه فوز داكشي كامل اللي كنعيشوا فيه كاين واحد بنادم خاص تعامل مع داك بنادم مزيان، وهاداك بنادم غادي يزيدك واحد الصلاحيات اللي ماشي يكون عندك. السلعه ما كانش خاصها تمشي في نفس النهار تشيبا في نفس النهار، غادي يولي يعني ممكن تيجي عندك حتى لخمسة العشيه كياخذ من عندك السلعه، اسمع اسمع كيجي عندك حتى لخمسة العشيه كياخذ من عندك السلعه، كيدير معاك خدمته كيدير معاك شنو خدمته، تيجي عندك مع خمسة العشيه كياخذ عندك السلعه كتبات هنايا في بوكيت عاد الغد ليه كتبحال تتبات عندك مثلا تتبات في مراكش عاد الغد ليه عاد تيمشي تيبدا تصيفطو للمدن الاخرى باش توزع. قلت ليه اسمع الحاج حنا غادي تولي تجي عندنا مع 6 الصباح ولا 7 الصباح تهز السلعه، وملي غادي تهزها تمشي عافاك تبدا تفرق في نفس النهار، مثلا اللي غادا لبانكوك اليوم تبدا تشد الطريق لبانكوك، اللي غادا لكدا اليوم اللي غادا لتشانغ ماي اليوم تمشي تشد الطريق لتشانغ ماي، اللي غادا لتشانغ راي اليوم تمشي تشد الطريق، اللي غادا لطنجة تمشي اللي غادا اليوم خاص يطرى هادشي، اليوم كتاخذ السلعه اليوم كتمشي، ما تجيش تمشي تبيتها عندك نهار نهار غادي نضيعوا فيه، فهمتي يعني. هذا علاش غادي يدير معاك هاد المزيان هذا، انت عاطي واحد الخدمه اللي ماشي خدمتي يقول لك اصلا اخا الشركه حنا ما عندناش حتى التسعود، حنا تندور خدمه مع التسعود وكنساليو مع السته وانت الخمسه غادي نجي عندك مع الخمسه، ولكن التعامل مع الناس تعلم هاد اللقطه هادي شي حوايج. دابا انت لجيتي تنافس غير هاد اللقطه ديال الشيبينغ خلقات واحد الفرق كبير في المبيعات، فهمتي غير هاد اللقطه هادي، يعني ديما كتقلب على السام كوستوميزيشن. فيسبوك ادز كاين فيه حتى هو ما يدارش لا شلا 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 احمق شلا احمق، فهمتي ما غادي نلمح ما فهمتش ما ندخلش في الديتايلز ما ندخلش فيهم، فهمتي كاين حاليا كنخدموا مع السام اجنسيز اللي هما ما مصدعينش راسهم ما دايرين حتى شي حاجه، تيقول لك انا الا جيت نخدم في الماركت التايلاندي ما نقدرش، خصني شريك تايلاندي خصني كذا خصني فلوس خصني واشنو ضمن ليا، وانا راني جالس في امريكا اخوانا جيت صلاة الله بعد جوج دقائق، انا راني جالس في امريكا ما نقدرش نجي للتايلاند، دونك اخا سيمون انت تكلف بالتايلاند وتكلف بالشيبينغ وتكلف بالصداعات وتكلف بكل شيء، حنا نصيفطوا لك الاوردرز، حنا نجدوا الماركتينغ، حنا نجدوا فيسبوك ادز، عندنا وان مادافاكر واحد، عندنا واحد هي واحد ما ندوش لك على الاخرين، عندنا وان مادافاكر واحد اللي كنت عرفته في ايفينمون ديال افيليت وورد ايزي انا في بانكوك كنت تعرفت عليه، هذا كيفوت لنا 1000 سيل في النهار، هذا كيجيب لنا اكثر من 1000 مبيع، عنده بيان سور ماشي بوحدو هو جالس مخطط مع بيسي، حتى هو عنده علاقات وعنده كذا وعنده موظف في وسط الشركه، عنده ميديا باينغ اجنسي كيدير هادشي ديال فيسبوك ادز واد وورد وكذا، هذا بوحدو كيجيب لنا اكثر من 1000 مبيع في النهار، وجلاس انت تخبع من ورا فيسبوك ادز وحل فيسبوك ادز، صافي تنقول لك
تينك بيغ من الاول. ما جيت تقدر تينك، ما يمكنش يو كان نوت تينك بيغ من الاول، فهمتي؟ ما جيت تبقى سميتو الاخوان. غادي نقطع، غادي نقطعوا هذا اللايف هذا، غادي تقطع اصلا، ماشي غادي نجي نقطع، غادي تقطع هذا اللايف هذا، غادي تقطع بعد دقيقه بالضبط ياك. غادي ندير واحد اللايف فيه واحد 15 دقيقه بالحساب، غادي نزيد 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 لكم شي لعيبات هكا، فهمتي؟ البيزنس، البيزنس از ذا نوت ذا فاكين ذا فاكين اللي كتفكر ان زعما غادي تحل فيسبوك ازو تخبع من ورا. غتبقى ما دافكر حياتك كامله مخبع من ورا فيسبوك، غتبقى ما دافكر في الاخر، لان فهمتي الناس اللي كيديروا البيغ نمبرز ماشي هكاك تيفكروا. ولا انا كندير 250000 دولار ومخبعي بوحدي. انا كاستمر سيرفيس عندك، انا كاستمر سيرفيس تيجي تيدو معاك الزبون كاع ما كتجاوبوش، كتصل به بالتليفون فين مسالي انت كاع ما مسالي، انت مخبع السلعه واش كتوصل للناس في الوقت اللي كتوصلوا معطله. حنا كنتقاتلوا باش السلعه اليوم نشري غدا توصلوا، ولا ما كتوصلوا ملي كتوصلوا بعد يومين ما تيعجبناش الحال، ما كتوصلوا بعد 3 ايام تنكفروا. انت تقول وراني راه 3 سيمانات انا راه 3 سيمانات بعت لي 3 البيعات صيفط لي وصل. هاي جايز، رجعنا رجعنا مع هذا اللايف اخر. تقطع اللايف لانه كملنا ساعه، ودي من اللقطات اللي كتعجبني في انستغرام وما كرهتش تكون دايره، والله ما كرهتش تكون دايره، يبقى يقطع لي اللايف كل ربع ساعه باش نبدا نشد الحساب. اخواني نزيدوا ربع ساعه وغادي نمشي قبل خدمتي، وداكشي اللي غادي نبغي منكم حتى نتوما، الخدمه 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 با مع الحلة مع 500 اونلاين. غادي ندوي في التوبيك هذا، فهمتي؟ يعني كيفاش بغيتك تفكر لحقاش المدافكرز اللي تيلعبوا كبير، ماشي ما قالش من ورا فيسبوك ادز، فهمتي؟ راه ما قالش من ورا فيسبوك ادز، ما قالش تنقد فيسبوك ادز، ولا نقول لك اخر كامبين قد جيتي تقدر تكون هي تيست ديال شي برود، واش قالت لي قلت نتيستي راسي ولا شي حاجه. اي دونت جيف ا فاك علاش جلست قدام فيسبوك ادز ولا اد وورد ولا كذا، لان كاينين شي ناس ممكن يديروا داك الشيء، ممكن تعايرهم نتايا، ممكن عندنا الميديا بايرس ديالنا، وفي نفس الوقت عندنا ديزاجونس اخرين، لان في الاخر ما خاصش تعتمد على واحد، لان هاد المدافكر اللي كنت كيجيب لنا اكثر من 1000 سيل شحال من مره كيغروا الشيطان، تيقول لي لا خدام معاك ب 30% عطيني 50%، كنقول له الصات وكف داك الترافيك الله يتوب عليك وكفو. تيقول لي زعما انا ماشي مهم، انت ما كتسوى حتى حاجه، ولا ولكن انا راه كنجي لك 1000 سيل نجتمع، راه قلتها لك انت ما كتسوى حتى حاجه. بيان سور واش كيدير تيسحب، وانا كنتفلى معاش كيدير تيمشي توقف الترافيك كامل، تيوقفوا جوج سيمانات ما كنسقسيش فيه تا عاد تيجي تيقول لي واصاد زعما ما كاين ما نزيدو زعما غير 5 و3. نقول له سمع واش بغيتي تخدم؟ مرحبا، راه حنا راه عندنا بزاف كيجيبوا لنا السيلز، راه ما علاش نقول لك ما خاصش تعتمد تيما، ما عمر تعتمد على شي واحد، هادي ديرها في حياتك، هادي حتى هي من الحوايج اللي كنتعامل بها يوميا. مثلا ملي تنكونوا خاصنا نقادوا شي ابليكاسيون، مثلا عندنا شي مشكل، عندنا شي مشكل في شوبيفاي، عندنا شي كدا شوبيفاي باش خدامين، ماشي هو باش خدام نتا، زدنا كامل كاستوميزينا فهمتي، كامل رونا، وعاد بلوس عندنا ديالنا، وبلوس راه واحد ما بقاش بزاف، ودي ناوي نحطوا الفيرسون ديالنا البابليك، يعني فهمتي لكلشي نفس الفيرسون اللي خدامين بها ديفلوبيها شركه مغربيه، ناوي نحطوها للبابليك فهمتي، مع دوك الدراري اللي ديفلوباو ليا كاع داكشي. قلت لهم اوكي علاش احنا اللي مستافدين من هادشي، ممكن من بعد، مي ماشي دابا، ماشي هاد الروينه هادي وهاد لي كود وهادشي، خاص تولي واحد البلاتفورم، ماشي حنا بحال قلتي شي واحد عنده شي حاجه مرونه وكيخدم بها على حقاش هو عارف كيفاش يخدم بها، لا خاص هادشي يولي مقاد للناس كاملين، داكشي باقي خاصو بزاف ديال الوقت. يعني ملي كنبغيو نقادوا هالخلاصه، ملي كنبغيو نقادوا واحد لابليكاسيون ولا شي كاستمايزيشن، ما عمر كنمشيو كنثقوا في ديفلوبر واحد، ما عمر كنمشيو عند ديفلوبر واحد نقول ليه السلام عليكم الله يخليك تقاد لنا هادشي، لان هاد المدافكر ديفلوبر يقدر يموت، نمشي معاك الاسوء ليك، يقدر يموت ويقدر تخرج ليه، تقدر تفهمتي مرات تبغي تولد ويقول لك مشيت مع السبيطار ويسمح لك في بروجي على قدو، يقدر يقول لك اسيدي انا ما بغيتش نخدم، ولا يجيك الحالات النفسيه وتطرالنا معاهم فهمتي، ديال انا حاسس بالاكتئاب وكناخذ شي حاجه وما كنقدرش نكملها وانا كنعاني في حياتي او جيف ا فاك اباوت يو. صافي شوف دير لي ديسبيوت، حيدو من فريلانسر، دوز لنا شوف لنا شي واحد اخر فهمتي، كاين هاد الحالات النفسيه كنتطرفوا معاها بشكل اسبوعي فهمتي. عادي طبيعه ديال البشر فهمتي، في بعض المرات تدخلك في حالات نفسيه وحالات اكتئاب، وانا خديت هاد البروجي هذا ودابا راه فهمتي المدخل عندنا للدار
واخا خرج داليا تصورت بنتي وتصورت بنتي اجا داك شنا تصورت بنتي هي اللي كانت باقا عندي و وات ذا فاك. وحنا خاي مقدرين بنتك والله مقدر بنتك وكلشي مقدر بنتك واش ترجع تخدم ولا لا لا. ودابا انا دخلت في واحد الحاله ديال الاكتئاب وكذا وما بقيتش عرفت ما ندير. وات ذا فاك علاه ما عمرت اعتمد على واحد تنجدو نفس البروجي الديسكريبشن ديال نفس البروجي ما كيعرفوش اشنو طرا فهمتي كنمشيو اش كنديروا ليه كنليستيو ملي كنليستيو فريلانسر دوت كوم ولا شي حاجه كيجيو كيبيديو كيبيديو مثلا 20 واحد ديما كنختاروا ثلاثه ديما كنقولوا لا خصنا نمشيو على البيجي ديالنا لا دي يقدر نقسموه على ثلاثه وبثلاثه بهم يخدموا في الاخر يقدر بثلاثه بهم يجيبوا لنا لابليكاسيون مقاده يقدر فيهم واحد يطراج يقدر يجيو جوج اللي جا فضل. المهم حنا ما نبقاوش معتمدين على واحد الماضه فاكر ملي ترشق ليه غادي يمشي يخدم. نفس القضيه في الكول سنتر فهمتي كاين بزاف ديال الناس كيخدموا كاين واحد تي فيريفيو من وراهم شي عاودوا الخدمه وكاين شي واحد تيجي تيقول لك لا انا اتصلت بهذا سيستم واحد سيستم ديال السير ام لا انا اتصلت به وما جاوش تيقول لك اتصلت به جاو هاد الماضه فاكر هذا راه جاو ولكن راه لا راه سمعتي الرشيد راه بحال ديال الروبوت وكذا وتسحب لي البوط فوكال وقطعت. حنا ما بقاش كندخلوا في هذا البروسيس هذا ديال هذا الحماقه هذا وتعاود تفيريفي ما سميتو اي مكالمه غير مجاوبه كاينه التيم الثانيه كتجي تتعاود من وراهم بحال قلتي كاينه التيم ديال الهجوم كاينه التيم ديال الدفاع وحدين تيجيو تيتصلوا الو السلام عليكم كومونديتي كذا 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 ايات السكريبت هو غادي معاه انت هو فرت الله ممكن الله يخليك تكونفيرمي معايا الادريس الشارع كذا 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 34 عماره كذا 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 ايات شكرا الله يخليك عندنا واحد الاوفر اللي هو اللي شريتي نقول لك راه مزيان اللي شريتي جوج عندك واحد فابور شريتي ثلاثه عندك جوج فابور يعني الابسيل حتى هو كيدوز في التليفون صافي. هاد خونا هذا ما بغاش يخدم تخليك فواحد الحاله نفسيه يقدر يضيعك مثلا هاد خونا هذا جا ما شراش قاش ليه داك النهار اتصل بهاد النمره هادي جاوباتو تقطع التليفون ما بغاش يعاود ليه داز قال لك كتب ليك تما كتب ليك في السير ام نو انسر ما جاوبوش. اشنو كدير كدير واحد التيم اخرين ما تيتقوش دوك الاولانيين كيبان ليه داك الاول هو واحد العدو واحد العدو شو واحد الاخ ذا سكام كولز ذا مادافاكين كولز فهمتي ديما العقل ديال المادافاكر ملي كيكون عندك سكام في العقل ديما كتحاول تبروجيكتي ديال ما على اي حاجه قدامك. حنا ندوفو في الكاش اون ديليفري وكندوفو في واحد العالم اخر واعج ذا سكام كولز ذا سكام هي اللي تمشي ديكلاري بيان البوليس يجيو يجمعونا ولا كذا هذه هو السكام ملي كتكون كتسقام عباد الله كتجي لهم رزقهم واجي بالمناسبه ندوفو على قداش صم مادافاكرز كثروا في المغرب كيتشوا عباد الله رزقهم كيصيفطوا لهم شي سلاح رتوكه الا داروها بك راه خاي ديكلاري بهم البوليس فهمتي الا داروها بك على قداش كثروا اصحاب الدروب شيبينغ عندنا في المغرب تيوري البنادم حاجه وكيصيفط ليه حاجه كي تجيك خاصك تمشي عند البوليس ما تراجعش على 100 درهم 200 درهم خاص تمشي تربي محضر عند البوليس فلان فرتلان ها شطرا ليا مع شنو طرا ليا مع استلمت كذا كذا والسلعه ما كانتش السلعه ما كانتش هي فهمتي خليت ليه تما واحد البلانت يتفك معاه. علاش نقول لك ذا فاكين مايند سيت تنقول لك از فاكين مايند سيت فهمتي ملي كتكون عندك المايند سيت خاص راه كتشوف كلشي على برا خاص ملي كتكون عندك فهمتي لداخل شي حاجه مرونه كتشوف كلشي على برا مرونه كتكون عندك المايند سيت الصحيحه كتقلب على داكشي الصحيح وكتشوف داكشي الصحيح وما تصادفاتش عينيا مع غير هو. صور الموضوع دي المدد وانت في واحد الليفل كبير ايزيت سكام كولز ايزيت ايز ا فاكين كولز هذاك الاولاني ما كتثقش فيه يقدر يجي للسير اي ما شنو غادي يدير غادي يجي غادي يجي غادي يدير غادي يدير لك بحال هكا نو انسر ما رشقاش ليه ويعاود يتصل به ما داك التيم الثاني اللي كيعاود التيم الاول ما عندوش التيم الثاني ما عندوش الحق يتصل التيم الثاني ما يمكن يتصل بحال قلتي هادو هما اللي كيتصلوا بالاوردرز اللي داخلين. في حاله هذا قال لك راه ما جاوبش تولي ممكن يعاودوا هذا وممكن يعاودوا الثاني والثاني متلهف لان اصلا ما كيوصلوش الاوردر وبجوج كياخذوا كوميسيون على الاوردر بجوج كيتخلصوا على كل اوردر ديليفرد. هذا كيتصل اون فوا كيدير نو انسر كطلع عند الاخر متلهف كيقول الله يا ربي تشد شي حاجه من عند هذاك فهمتي الله يا ربي تشد شي حاجه فهمتي مع كيدير لها نو انسر كيدير لها الاخر الساق كيجدها فهمتي كيعاود تتخلي واحد ان بارت ان انا ان ان باني واحد هذاك الاخ عاوتاني كتب از سكام كولز ما عنده ما يدير معنا هنايا في اللايف
مبانو واحد الاخت هو كتب هذا الشيء نصب واحد التيال ذا ماذر فاكرز. دابا مثلا تصور معايا دابا كاين شي واحد يطلع في لايف اللي فيه 1380 ديال الناس تيدوا على النصب والاحتيال فهمتي دابا فهمتي باغي زعما هو يصيفط ماشي راسو للحبس باغي فهمتي يعني هذا تيتحدى السلطات كيتحدى كل شيء يعني فهمتي غادي يدوي قدام هكا 1400 الناس فهمتي ولكن كما قلت ملي تيكون عندك النصب والاحتيال في الراس تتبروجيكتي في الحياه ديالك كاين النصب والاحتيال بغاو نصبوا علينا بغاو كذا كتولي فهمتي اي حاجه كتبان لك از نوت ريل داروا الفلوس نصبوا داروا كذا ما يمكنش عرفتي علاش ما يمكنش على حقيتاش هنا عنده وما يمكنش كذا لا كاينه تما شي حرتوكه على حقيتاش هنا عنده في الراس عنده الحرتوكه فهمتي المهم رجعوا على الاخوان اللي سميتو هادي يعني هادي الخلاصه ديال ما عمرك تعتمد على شي واحد كاين هاد كاين الاولاني والترجمه واحد من وراه فهمتي تيتمنى انه غير بحال قلتي الاخر يغلط باش يجي هو الخدمه عاوشاني راه جي طراو مشاكل راه ماشي تهند ما يمكنش تهند لعباد الله بزاف ما يمكنش تهند لعباد الله بزاف ما تسوقش بان ما كنتسوقوش الاخ ما كنتسوقوش و دونت جيف ا فاك شي واحد اللي يجي تما ينتقدنا هنايا ما و دونت جيف ا فاك عليه ينتقدنا هنا ما تنتقدش هادشي لان شحال من واحد دابا كيتعلم وكيستافد تيتعلم وكيستافد وكياخذ شي حاجه اللي ممكن يخدم بها من هنا لقدام وكتعطيه افكار ما تبغيش واحد المادافكر اللي يجي يدخل التناوي ديال النصب والاحتيال على حقيتاش انت مادافكر هادشي ماشي النصب والاحتيال هادشي اللي تسمى الخدمه ما فيهاش حتى واحد في المية ديال الحرام وما فيهاش حتى واحد في المية ديال النصب والاحتيال